السلام عليكم. إن شاء الله هنحل دلوقتي بيبر 6 فاليانت 62 مي جون 2021. أول سؤال بيقول لنا باريوم سلفيت is an insoluble salt. باريوم سلفيت can be made by reacting excess aqueous sodium sulfate with aqueous barium chloride. صوديوم سلفيت مع باريوم كلورايد هيديني صوديوم كلورايد و باريوم سلفيت. A student made a sample of barium sulfate using the following steps. هو هنا حط الأكياس صوديوم سلفيت على الأكياس باريوم كلورايد، وقال هنا إن الإكسس أكياس صوديوم سلفيت was added to أكياس باريوم كلورايد. بعد كده هو عمل ستيرنج، يبقى عمل ستيرنج للميكشر، والريزيديو اللي هو الباريوم سلفيت اتفصل هنا، وقال هنا إن السوليد باريوم سلفيت removed from الميكشر. طيب هو هنا عايز يعرف الـ A دي اسمها إيه، طبعا اسمها جلاس رود، والـ B ده اسمه إيه؟ اسمه كونيكال فلاسك. بعد كده بيجري البروسيس اللي بنستخدمها في ستيب 3، ودي عمليه الفلتريشن. بيجري نيم سوري ذا جنرال نيم فور سوليد ان ستيب 3 از ريزيديو ستيت ذا جنرال نيم فور سوليوشن اوبتيند فروم ذيس بروسيس. يعني السوليوشن اللي تحت ده بيكون اسمه ايه؟ طبعا اللي فوق ده اسمه ريزيديو، واللي تحت ده اسمه فلتريت. Two more steps, step 4 and step 5, are needed to obtain pure crystals of barium sulfate. In each of these steps, something is removed from the residue. State what is done in each step of step 4 and step 5 and identify the substance removed from barium sulfate. مبدئيا step 4 هنعمل wash with water. ليه؟ عشان اشيل السوليبل سولت اللي هو الصوديوم سلفيت ولو عندي صوديوم كلورايد. بعد كده هنعمل دراي عشان نرموف الووتر. السؤال بعد كده بيقول student investigated the volume of gas made when sodium carbonate react with dilute hydrochloric acid. Five experiments were carried out using the apparatus shown. طبعا دي الرابري دليفري وده البنج، دي بويرنج تيوب، هنا ده ووتر ترف الكمة بتاعتها والحوض اللي محطوطة فيه، هنا inverted 100 cubic centimeter measuring cylinder وده الكرامب أو الحامر بتاعها. طيب بيقول لي using في experiment 1 using a measuring cylinder 16 cubic centimeter of dilute hydrochloric acid was poured into boiling tube. The apparatus was set up as shown in the diagram. البنج was removed from the boiling tube، شيلنا البنج دي. 2.5 gram من الصوديوم carbonate was added to the boiling tube and the bung was immediately replaced. أفرنا تاني. When no more gas was being collected, the volume of gas in the measuring cylinder was measured. Experiment 2 هنعيد experiment 1 بس باستخدام 14 بدل 16، وهنا هنعيد experiment 2 بس 12 بدل 14، وهنا 10 وهنا 6 cubic centimeter of dilute hydrochloric acid. طيب مبدئيا use the information in the description of the experiment and the inverted measuring cylinder diagram to complete the table. The volumes بتاعة الدايلوت هيدروكريك أسيد زي ما هو كان مديها لنا 16, 14, 12 بعد كده 10 وبعد كده 6. الأرقام دي مكتوبة فين؟ هي هتلاقيها أول واحدة كانت 16 وأدي 14, 12 وهكذا. طيب هنا إحنا بناخد الريدنج، خد بالك إن هي inverted يعني 40, 50 دي كده 56، هنا 40 يبقى دي 49، وبعد كده 44, 37 بعد كده 26. هنعمل الكيرف بتاعنا، طبعا احنا عايزين نرسم الفوليوم اوف جاس كوركتد. احنا الفوليوم اوف جاس كوركتد اخر حاجه كانت 56، فاحنا عايزين تقريبا يبقى 60 فهنقسمه كل 10. طيب وتحت هيكون الفوليوم اوف دايلوت هيدروكلوريك اسيد. مبدئيا وانت بترسم الكيرف النقط موجوده عندك، هترسم الكيرف عادي خالص، ومن الجراف بيقول لك انا عايز عند 7 كيوبيك سنتيمتر، عند 7 كيوبيك سنتيمتر. خد بالك دي 7 بس معلش الخط بتاعي كان مايل شويه، هي 7 اهي. يبقى احنا بنطلع من ال 7 هنا، هنقطع هنا هنلاقيها 29. بعد كده بيقول لي the volume of gas made per cubic centimeter of dilute hydrochloric acid can be calculated بالإيكويشن دي. هاخد ال volume of gas corrected على ال volume of acid. Use الإيكويشن ديت والرقم اللي انت مطلعه في CI to calculate the volume of gas made per cubic centimeter. طبعا احنا طلعناه هنا 29 وهو كان قايل لي هنا 7، يبقى 29 divided by 7 هيديني 4.14.
بعد كده بيقول لي the bung was removed and then replaced immediately after sodium carbonate was added to the boiling tube. Explain why the bung must be replaced immediately after the sodium carbonate is made to the boiling tube. طبعا احنا ليه بنحط the bung immediately؟ عشان الجاز ما يحصلوش escape، ما يهربش. طيب explain how الابريتس بتاعك ممكن ان انت تغيره بحيث ان the bung doesn't have to be removed. You may draw a diagram أو تشرح. طبعا إحنا هنحط one reagent في tube inside the boiling flask وهنعمل shake أو هنرج tube عند restart بتاع reaction فهيحصل mixing من غير ما أنا أشيل البنك. طيب عايزين one advantage using a burette بدل measuring a cylinder، طبعا بتكون more accurate. بعد كده بيقول في experiment من 1 to 5 sodium carbonate كانت higher in excess. عايزين على الجريد ايه اللي انت متوقعه لو الاكسبيرمنت ريبيتد باستخدام دايلوت هيدروكلوريك اسيد هاف ذا كونسنتريشن. طبعا احنا لو هاف ذا كونسنتريشن يبقى الكيرف كل حاجه هتبقى النص، يعني الرقم ده وليكن ده كان 26 مثلا هيبقى نصها، هيبقى 13 وهكذا، كل نقطه هتبقى النص. يعني هنا الارقام اللي هنا دي مثلا دي 56 هتبقى 28، دي مثلا 50 هتبقى 25 او 24.5 وهكذا، كل رقم من الفوليوم ده هيبقى هاف. طيب السؤال اللي بعد كده solution G and H and solid H was well analyzed. تست على G، solution G divided into 3 equal portions in 3 test tubes. sodium hydroxide حطيناها drop wise وبعد كده in excess اداني white precipitate وده في excess. بعد كده دايلوت نيتريك واكيوس سيلفر نيتريت الدانييرو، يبقى هنا احنا بنتكلم في ايدايت. هنا خد بالك وايت بريسبتد انا اسف هو didn't dissolve in excess، ما دابش في الاكسس، يبقى احنا بنتكلم في كالسيوم وهنا بنتكلم في الايدايت. بعد كده خدنا اكيوس هيدروجين بيروكسيد وادد ريسيرد بورشن. الميكشر بيكام براون اند بابلد اوف جاز ريريت اجروينج او ريرايت اجروينج سبرنت، ودي طبعا يبقى تيست الاكسجين، يبقى كده تيست 3 ده بتاع الاكسجين. وهنا عندي تيست 1 وتيست 2 يبقى انا عندي كالسيوم ايودايت. بعد كده سوليد اتش كان هيدريتد كبر سلفيت. كومبليت الاكسبكتد اوبزرفيشن، اجاك خدنا هاف من السوليد ده وحطيناه في بايرنج تيوب وسخناه في بانزن برنر. هيتكون عندي وايت فيومز وهيحصل كوندنسيشن على الماوس بتاع التيوب لان هو هيدريتد والسوليد هيتغير من برو لوايت. والفريم تيست بتاعت الاتش بتكون برو جرين لان احنا بنتكلم في كبر. بعد كده remaining solid بتاع ال H حطيناه في boiling tube وخدنا 10 cubic centimeter of distilled water added في ال boiling tube. ال tube رجناها solid H عمل solution H وقسمناه لجزئين قد بعض. أكيس أمونيا حطيناه عليه، طبعا احنا بنتكلم في كبر، مع أكيس أمونيا هيديني light blue أو big blue precipitated، هيدوب في excess وهيديني dark blue أو deep blue solution. بعد كده حطينا dilute nitric وباريوم واحنا عندنا سلفيت هيديني وايت بريسبتت. السؤال بعد كده بيقول examiner ابزومايت contain hydrated magnesium sulfate when ابزومايت is heated strongly it loses water and eventually become anhydrous magnesium sulfate. عايزين investigation to find the percentage by mass of water in a sample of ابزومايت. Your brain should include how could you calculate the percentage of mass of water in ibzomite you have access to the common laboratory apparatus. طبعا انت هتحط مثلا 5 جرام من الابزومايت هتحطها في كروسبل هتعمل heat strongly using البنزين برنر و reweight هتوزنها تاني هتقعد تسخن وتعمل وزن تاني لحد ما تلاقي الماس بتاعتك بقت constant. بعد كده calculate the mass of water lost عن طريق ان انت تشوف الاوريجينال ماس اللي احنا حاطينها وليكن 5 جرامز ماينس الفاينل ماس اللي هي اتبقت بعد ما الووتر ايفابوريتد. طب عايزين نحسب البرسنتج اوف ووتر، هناخد الماس اوف ووتر اللي احنا طلعناها من هنا ديفايدد باي الاوريجينال ماس اللي هي 5 و تايمز 100. بكده يبقى خلصنا الامتحان ده، بالتوفيق ان شاء الله.